السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد وموضوع جديد على قناة إلكترو للمعلوميات. يعني في موضوع هذه الحلقة يعني إن شاء الله سيكون مخصص عن الربح من الأنترنت للمبتدئين. نعم إخواني، هناك طرق عديدة للربح من الأنترنت، ولكن يعني معظمنا يبحث عن الطرق السهلة للربح من الأنترنت ليجني بعض الضرارات، يعني بعض الضرارات في اليوم. وإن شاء الله في هذه الحلقة سأقدم لكم يعني موقع رائع للغاية، يعني بدون تعب بشيء، يعني عندما أقول يعني بكل سهولة ستربح $3 يوميا، يعني ستسحب عن طريق البايبل. فقبل كل شيء أدعوك للاشتراك في القناة وتفعيل ميزة الجرس لتتوصل بجميع فيديوهاتنا. وإن شاء الله نبدأ الآن في شرح الموقع. موقعنا هو تطبيق موقع ميندفاين. هذا يعني موقع صراحة موقع جبار بالنسبة لكل من يريد الربح من الانترنت بالنسبة للمبتدئين. كما ترى هنا يعطيك يعني الموقع قبل كل شيء، الموقع صادق 100%. يعني بحثت عن الموقع في منتديات أجنبية، يعني الصراحة كل شخص جرب هذا الموقع تم الدفع بكل سهولة. يعني سأعطيكم فكرة الموقع. هنا سأعطيك استبيانات، يعني فقط كل ما عليك ملء الفراغات يعني او تعلم علامات وستربح نقاط. عندما تصل لألف نقطة ستربح $10. بمجرد التسجيل اخي الكريم ستحصل على 255 نقطة. سأقول لكم الان كيفية التسجيل، لنتطرق الى يعني كيفية ربح النقاط من بعد. كما ترى تسجيل سهل، فريست نام لاست نام، تضغط اي جري ستار، او يمكنك التسجيل عبر الفيسبوك جوان ويتش فيسبوك. طريقة سهلة للتسجيل لا تحتاج الى شرح. نعود الان الى الموقع لنتمم الشرح. كما قلت صراحة موقع جبار للغاية اخواني للغاية. كما قلت اقول، عندما تصل 1000 نقطة ستربح $10. بمجرد التسجيل ستحصل على 255 نقطة. كما ترى هنا يعطيك اللغات، يدعم جميع اللغات، الترجمة، خدمة الترجمة، يعني موقع صراحة موقع رائع. هنا يعني لديك واجهة، كما ترى لدي 255 نقطة. كما ترى اخي الكريم، عندما اصل الى 1000 نقطة ساربع $10 وستحول الى بايبل يعني مباشرة. ساعطيكم يعني كل شيء، كيف تختار وسيلة الدفع، يعني فقط تابع معايا هذا الفيديو من البداية الى النهاية اخي الكريم. نضغط على سيرفيس ستريت، اعتذر النت شوي بطيء. كما ترى هنا فقط مجرد تعلم علامات ويعني تكمل المهام التي سيعطيك. مثلا هنا ستربح 28 نقطة، يعني تعلم علامات وتضغط على كونتينيو، بعدها ستحصل على يعني تتمم ماذا يقولون لك، وستحصل على نقاط بطريقة سهلة وبسيطة اخي الكريم. كما ترى لدينا هنا لدينا الاوفت. هنا يعني ستربح نقاط بطريقة بسيطة وسهلة، تتبع يعني ماذا يقول لك هنا. كما تقول يقول لك انستال تيز اب، كما ترى تحصل على 16 نقطة وجربها لمدة 7 ايام، طريقة بسيطة لجلب النقاط. ويعني اي شخص ممكن ان يربح بهذا الموقع بكل بساطة، يعني لا يجي شخص ويقول لي يعني امر صعب. يعني كما ترون كل شيء امامكم، كل شيء سهل اخواني. يعني وجدت لكم اسهل طريقة للربح عبر هذا الموقع، اسهل طريقة. ولديك هنا يعني الريفيرلز، يعني الريفيرلز قوي. يعني مثلا شغل مخك اخي الكريم، فمثلا يعطيك كل شخص تسجل عبرك ستحصل على 50 نقطة. فمثلا يعني تسجل عبرنا مثلا 20 شخص تسجل يعني بالريفيرلز الخاص بنا، نضربها في 50، ستحصل على 1000 وستحصل على $10 في يوم واحد. مثلا تذهب لاخوك، ابوك، امك، مثلا من اي شخص يمتلك هاتف ذكي، تعطيها الرابط سيتسجل اصدقائك، تحصل على 1000 نقطة بطريقة بسيطة وسهلة للغاية. ويعني مثلا عندما يصل عندما يتسجل شخص مثلا برابتك يعني يعني يصل $10 ويدفع يعني يسحب الاموال، ستحصل انت على 15% من ارباحه. نعم اخي الكريم، طريقة بسيطة وسهلة. كما ترى الريفيرلز قوي، الرابط الاحالات هنا يعني يعطيك كيف جلبت النقاط. يعني حصلت على 200 نقطة بالتسجيل، 5 نقاط اتممت يعني الملف الخاص بي. هنا ايضا 50 نقطة بونس يعني كومبليت، يعني اتممت الحساب بطريقة بسيطة. سأعطيكم الان كيف تسحب الارباح اخي الكريم عندما تصل ارباحك يعني $10 او 1000 نقطة. كما ترى كل ما عليك هو اختيار وسيلة الدفع. لديك البايبل، تكتب مثلا هنا ايميلك وتضغط على جو،
طريقة بسيطة. وحتيك من الأفضل أن تختار الباي بال أو أمازون، amazon.com الجيفت كارد بطبيعة الحال للشراء. كل ما عليك كما كنت أقول تدخل إيميلك هنا في الخانة وتضغط على جو. عندما تصل إلى 1000 نقطة ويصل يعني حسابك إلى يعني مبلغ السحب سيتم تحويلها مباشرة. أتمنى تكون حلقة اليوم نالت إعجابكم ورضاكم، فلا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.